للحديث عن موضوع التمويل للمناخ ينضم إلي في الاستوديو رئيس وفد صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال ديفيد جاكسون. أستاذ ديفيد أهلا وسهلا بك معنا. طبعا الكل ملتزم، الكل يريد أن يكون أن ينخرط في التحول الطاقي وفي محاربة المناخ، لكن موضوع التمويل يعتبر إشكال قوي بالنسبة لهذا الالتزام، وخاصة بالنسبة للدول الفقيرة أو متوسطة الدخل. كيف برأيك ممكن سد الفجوة التمويلية في التحول الطاقي وفي محاربة تغير المناخ؟ شكرا جزيلا لك على دعوتي. أعتقد بأن هذا سؤال وجيه جدا فيما يتعلق بسد ثغرة التمويل في التغير المناخي. نحتاج إلى تغيير نماذج العمل حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستثمار في الطاقة المتجددة، ونحن نقوم ببذل جهود في هذا الشأن، والتي سوف تمكن المدن والذي سوف يمكن المدن من الحصول على الضمان في الاستثمار في هذه المشاريع المتجددة. ما الذي نعنيه فيما يتعلق بهذا التكيف؟ نقوم بتسهيل هذا العمل حتى يصبح أكثر سهولة بالنسبة للقطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة، يمكن أن يكون ذو ربح أعلى. وأعتقد بأن أيضا بناء الضرائب والسبل التي ممكن أن نعمل عليها متعلقة بهذا الشأن. كيف ترى دور القطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف في يعني خلق التمويل، وخاصة بالنسبة للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل؟ هذا سؤال جيد أيضا فيما يتعلق بالقطاع الخاص. قد بدأوا بالعمل على ذلك بالذات في الدول الفقيرة. أعتقد بأننا نحتاج إلى فصل التكيف عن أيضا مكافحة التغير المناخي. فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي، نحن نحتاج إلى الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، وهناك المشاريع التي سوف يعلن عنها في هذا المؤتمر، والحلول أيضا المتعلقة بالتكيف هي من زاوية أخرى تركز على التكيف المناخي، كما أن هناك العديد من المشاريع التي يتم العمل عليها في القطاع الخاص، والعمل على الطاقة الشمسية أيضا، كما نرى بأن القطاع الخاص بدأ بالانخراط في هذا الشأن. وعندما نتحدث عن تغيير بنية الضرائب لأن تكون جذابة للاستثمار وللتمويل، سوف يمكن ذلك القطاع الخاص الاستثماري في ذلك بشكل أكبر. وأيضا كما كنت أتحدث اليوم في هذا الصباح عن برنامج في مصر يسمى المدن الخضراء الذكية، والذي يحاولون أن يقوموا بجذب القطاع الخاص وشركاته للاستثمار في المواصلات المتجددة والطاقة المتجددة، وقد بدأ ذلك بالفعل بالحدوث، وقد بدأنا نرى بأن القطاع الخاص بدأ بالانخراط. صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، ما الدور الذي يلعبه في التمويل؟ ما الذي نقوم به في هذا الجانب في الأمم المتحدة؟ دورنا هو القيام بتمكين المنهجية ونظامها، ونحن نحاول أن نقوم بتمكين نظام التكيف، والذي سوف يكون مفيدا جدا لصندوق الأضرار والخسائر والأضرار. وعندما يتعلق الأمر أيضا بالتكيف مع التغير المناخي، ومع أيضا قد رأينا بأننا احتجنا إلى العمل على ذلك، ولذلك قمنا بتطوير منهجيات تسمى التسهيلات الخاصة بالتكيف في الدول التي هي يمكنها أن تقوم بالتكيف المحلي. وأيضا نعمل على صندوق الشعب المرجانية، والذي هو متعلق بالمنهجية والتي هي تهتم بمستقبل الشعب المرجانية، ولأنهم الآن في خطر. وأخيرا كما تحدثت سابقا على النحو نفسه، نحن نعمل على منهجية متعلقة بضمان المدن لضمان مشاريع المدن. وأيضا يمكن للقطاع الخاص يمكن أن يأتي ويتأكد من العمل على هذا الشأن، ونتأكد أيضا من العمل على المنهجيات المختلفة. دورنا هو لتطوير هذا النظام، والذي سوف يتم العمل عليه بعد ذلك، وهذا ما نحاول العمل عليه مع الأمم المتحدة.